مشاهدينا صباح الخير، مرحبا بكم معنا في حلقه جديده من برنامج كيف الحال. غادي نخصوها اليوم للحديث على واحد الموضوع كيجي عابر في بعض التساؤلات ديالكم او في الاجابات ديال الدكتوره امل شباش اللي كترافقني هذا الصباح. صباح الخير امل. صباح النور. فالموضوع كيف ما قلت هو التعميم. نعم. كان كيجي غير هكذا عابر في الاسئله ديال الناس او من خلال الاجابات ديالك على الاسئله ديال المشاهدين، التعميم لا سور جينيراليزاسيون، يعني من الانسان تتوقع له شي حاجه مع شخص معين فتعمم على كاع الناس مثلا او لا تجاه الرجال ولا تجاه النساء. نعم. فهذه المساله ديال التعميم امل تولي الانسان تتولي عنده يعني من بعد تجربه مريره مع الناس، او لا تكون الانسان شخصي اللي بريديسبوزي هكاك يعني على حسب البيئه اللي تربى فيها. هو عزيزه التعميم لا سور جينيراليزاسيون معروف بزاف عند الاخصائيين النفسيين. نعم. يعني كرد فعل لواحد العمل ما، واحد التجربه ما ديال الحياه اللي خلات الانسان كيدير واحد الفكر اللي هو غلط. اللي كيعطي من تجربه وحده كيعممها. نعم. يعني سي اون ديستورسيون كوغنيتيف، يعني الفكر ديالنا كيعطينا من تجربه وحده واحد الاعتقاد كرويونس اون فوس كرويونس، واحد الاعتقاد خاطئ على شي حاجه ديالتنا. نعطيك مثال، بحال دابا انسان دوز امتحان وسقط، كيقول لك انا كنسقط في كل شيء. نعم. اي حاجه كنديرها في حياتي ما يعني كتنجحليش، ماشي غير في العلاقات، يعني حتى في هكذا في الحياه عامه. بحال دابا واحد السيده اللي هي بغات تتزوج، يمكن تخربت المره الاولى ما نجحتلهاش الخطوبه، المره الثانيه من بعد كتقول لك انا ما عمر ما غينجح ليا شي. نعم. شي حياه، يعني حياتي الزوجيه. نعم. ولا غنتخطب، يعني كنعمو. يعني من تجربه وحده كنعطيو واحد الفكره حكم سلبي. وهذاك الاعتقاد السلبي كيأثر لنا من بعد على التعامل ديالنا. نعم. وكيخلي هذا النوع ديال التجارب كنعاودوهم. نعم. هنا فين كاين المشكل. نعم. ولكن امل بزاف الناس تتوقع لهم تجربه وما تتنجحش، وتتوقع لهم ربما الثانيه وكذلك حتى ما تتنجحش، ولكن الثالثه تتنجح وعادي وتكملوا. نعم. علاش بالضبط كاين بعض الناس اللي هكذا تيستسلموا لهذه المساله ديال التعميم؟ شنو؟ نعم ماشي استسلام، انا بحال اللي قلت قبيله راه معروفين، انا قلت لك عند الاخصائيين النفسيين في لاشيما ثيرابي، يعني هو واحد رد الفعل عند نوع ديال الناس اللي عندهم واحد النوع ديال الشخصيه. نعم. اللي كيخليوهم كيتاثروا يعني كيتاثروا، كيعطيو واحد المفهوميه غالطه لواحد التجربه. ما كاينش غير لا سور جينيراليزاسيون. نعم. كاين عاود سكون ابيل لا لوا دو تو او ريان، يعني اما كينجح اما ما عمره ما كينجح. بحال دابا انسان دار غلطه كيقول لك انا دائما غندير غلطه. بحال دابا انسان يعني كنديروا، يعني كاين شي انواع راه كاينين بهم شي 7 ولا 10 ديال ردود الفعل في هاد لا ديستورسيون كوغنيتيف اللي معروفين عند الاخصائيين. دوك كنمشيو لعندهم باش كنحاولوا نشوفوا منين جاي هذا النوع ديال التفكير ورد الفعل اللي كيأثر سلبيا على حياتنا. والمشكل اللي كبيره عزيزه هي كيخلينا نديروا نفس الغلطه. نعم. كنعاودوا يعني حيت داك الشيء كيجلب لينا نفس التجربه ونفس الغلطه وكنعاودوها وكنعاودوها وكنعاودوها. نعم. وهذه مساله ما خصهاش تكون، لان الانسان ما يقدرش يتقدم في حياته، يعني كيبقى محبوس عند واحد يعني واحد الحد معين. نعم. غادي نعرفوا اكثر من خلال المكالمة أمل، ومن بعد ناخذ وحده حتى يعني بعض الافكار كيفاش الانسان يحيد هذه المساله هذه ويحاول. نعم. يعني يشوف الامل دائما في الاشياء يعني القدام. نعم. المكالمه الاولى غناخذوها من عند مهدي اللي كيتصل بنا مدينه الدار البيضاء. الو 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 سي مهدي، مرحبا بك. عليكم السلام. كيف دايره؟ لاباس عليك سيدي، كي سيدي مرحبا، ورمضان كريم. رمضان كريم سيدي. تفضل بالسؤال ديالك. فوالا، انا عندي واحد الحاجه لاحظتها في ديرنييرمون، سي كو فاش وليت كنتقلق مع ستريس ديال الخدمه ومع داكشي، سي كو كنجمع الناس كاملين، ما كنقدرش نهضر مع حتى شي واحد، وسا برون ان بو دو طون باش نديستريس على هاد الوضعيه هادي. سي تادير، الوغ شرح لينا اكثر مهدي. دونك فاش كنتخاصم مع شي واحد في الخدمه ولا ايوغ ولا شي حد، كنجينيراليزي الناس كاملين، ما كنبقاش نهضر مع حتى شي واحد وحتى في لافامي ديالي. كتجمع كل شيء. كتجمع كل شيء ياك في كفه وحده. كنجمع كل شيء. علاش هذا الشيء؟ علاش؟ واش كيبان لك ان كل شيء عنده عدواني تجاهك ولا شنو؟ جوستومون مهم، انا كنحس بان راسي فهمتي مزير بزاف لواحد الدرجه اللي ممكن بعد مرات بالليل ما كنقدرش نعس، كنبقى نفكر في هذاك المشكل. نعم. وهذا الشيء دائما هذا الشيء كيأثر عليك يعني في علاقاتك اكيد ياك سي مهدي. هذا الشيء اللي كيوقع، ما كنبقى نهضر مع حتى شي واحد. علاقات شخصيه ديالي وحتى في لافامي ديالي ما كنهضرش معاهم. داكوغ. ومهدي شحال موقع لك هذا الشيء كيتعاود في حياتك ياك؟
جوستومون غير كنتقلق صافي ما كنبقاش نهضر مع حتى شي حد كيجمع كلشي كيخلط كيف تنقولوا الوغ امل شنو تيوقع المهدي وكيفاش خصو يتصرف الوغ المهدي هنايا بين واحد جانب اخر اللي ما تكلمناش عليه احنا اللي مازال غنشرحوا هي العلاقه بين الافكار والاحساس يعني انا فاش كيوقع لي تجربه دائما كندير لها واحد لا كونيكسيون كنربطها بواحد الاحساس دابا هو كيحس براسو بان الانسان اللي معاه بحال بتخاصم معاه ما كيفهموش ما كيبغيش دونك هو في الفكر ديال دونك الاحساس هو هذا بانه الي روجوتي حتى واحد ما كيبغيه دونك كيجمع كلشي كيجمع كلشي وكيقول لك الناس كلهم ما كيبغيونيش والناس كلهم ما كيفهمونيش دونك كيعمم دونك هاد لا سور جينيراليزاسيون كيخليه كيدير عاود يعني اعمال اخرين في حياته اللي كيجلبوا ليه هذا النوع ديال التجارب دونك شحال ما عطينا للمخ ديالنا هذا النوع ديال التجارب كيزيد يتيقن كنزيدو نتيقنوا يعني هي اون سي ان سيركل فيسيو شحال ما درنا التجربه وشحال ما التجربه عطاتنا ديك الاعتقاد الخاطئ ديالنا سلبي شحال ما كنثيقوا فيه وشحال ما كنعاودوه دونك كنوليو في واحد الدوامه شنو كيفاش باش يخرج هو من هذه الحاله هذه مثلا شنو خصو يدير يعني اولا اي حاجه دائما كنقولها كتاثر على حياتنا خصنا ما نسكتوش يعني هو حاس بان هذا الشيء ماشي عادي هو داك الشيء اش اتصل بينا ايوا كنشكرو ولكن ثانيا ما عرفو ماشي عادي وما عرفش كيفاش يخرج منه بوحدو ما يقدرش يخرج منه ولكن بعد الواحد فين كيدير الخطوه الاولى وكيعرف ان كاين شي حاجه ماشي هي هذيك يمشي عند اخصائيين اكثر ديال لا شيما ثيرابي كنسميهم لا شيما ثيرابي راه كاينين عندهم اختصاص ديال هاد عند الاخصائيين النفسيين ولا لا تي سي يعني لا ثيرابي كوجنيتيف وكومبورتمونتال اللي دائما كنشرحوا من واحد العمل ما شنو الاحساس اللي كنحسوا به وشنو رد الفعل والتاثير ديالو على حياتنا وكيفاش نخرجوا منه دونك هنا يعني تدخل الاخصائي محمود يعني خصو من الاحسن باش ما يبقاش هكذا يعمم ويحافظ على علاقاته مع الناس يعني ماشي عيب الانسان انا هنا غنذكر يمشي في الواحد كيغرق ما يقدرش يخرج بوحدو شي واحد يمد يده دونك يمشي يشوف اخصائي اللي يقدر يعاونه باش يدير شويه ديال الضوء على الافكار ديالو ويخرج من هذه الدوامه باش يعيش حياه احسن نعم. غادي ناخذ المكالمه الثانيه من عند ناديه كتصل بنا من فرنسا الو الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله ناديه مرحبا بك عليكم الله يبارك فيك علينا وعليك كي داير رمضان في فرنسا عندكم كي داير شهر رمضان طويل كان كنسحر مع الخمسه الصباح ما كنحضروش حتى 10 ولا الله يعاونكم عليه وتحياتنا لكل المغاربه اللي كيتابعونا من خارج ارض الوطن تفضلي يا ناديه بالسؤال انا المشكل ديالي هو انني كنعمم من جهه الرجال يعني انه لازم قدامي بزاف ديال الاكسبيريونس حيت انا من واحد العائله اللي هي كبيره زعما من ناحيه ديال العدد ديال الابناء نعم حنا سبعه البنات تبارك الله مالوغوزمون كبيره فينا بزاف اها ومن هنا من الوفاه ديال هاد ديال الكبيره من ديك الساعه انا كنعمم كتعممي يعني من تجربه ديال الاخت الكبيره ديالك نعم ياك ولكن تفضلي ولكن من قبل الوفاه ديال اختي كانوا دازو مقتنعين بزاف ديال التجارب ديال خواتاتي مع الرجال ديالهم عائله الرجال ديالهم هذا يعني انا من ديك الساعه كتولد عندي ديك الفكره وانا باقا صغيره دونك هذا واحد الاعتقاد من مات الاخت ديالي داك الموت ديالها اثر عليا انا بزاف كان عنده علاقه بالراجل ديالها اللي كان ما كانش كيعاملها مزيان كان بزاف المشاكل الزوج ديالها نعم يعني انا من ديك الساعه صافي وليت خايفه واحد الشهرين بحال هكا كنت منطويه على راسي ما حتى لي بارون ديالي الاب والاخ ديالي ما كنتش كنهضر معاهم بزاف نعم ولكن كنت حاول انني نلقى الحل ليا بوحدي يعني الحمد لله كندير سيار مزيان غادي ينفعك يعني هذه مساله زوينه انه تخرجي داك الشيء اللي كاين الوغ امال هذه حتى هي حاله من الحالات ديال التعميم ربما تجربه عاشتها الاخت ديالها فهي كتخاف منها بزاف الناس هكا امال بزاف الناس كيشوفوا اشياء قدامهم وما تيقولوا صافي داك الشيء حتى هما غادي يوقع لهم حتى هما خصوصا اللي كانوا من نفس العائله نعم حيت علاش حيت شحال ما كاين لي زيموسيون انتنس شحال ما كانوا يعني تعذبنا احاسيس كثيره قوية. يعني قويه كتخلي بحال واحد الطابع
طابع من 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 العافيه من النار في في الذهن ديالنا. دونك كنوليو كنقولوا لا وقعت اون بليس الاخت ديالها توفات الله يرحمها. دونك هي ربطات كل شيء وقالت لا انا ما نعاود نثيق في, في في يمكن في الرجال. انا خصني الزواج راه فيه المشاكل شنو وقع لاختي راه وصلها حتى الموت. يعني كيولي المخ ديالنا ديال ديستورسيون كوغنيتيف. يعني الذهن ديالنا كيولي كيدير واحد الفهامه اللي هي غالطه. يعني ديك A plus B إيكال C هو كيدير لا A plus B إيكال H ولا نعم. يعني كيغلط ديستورسيون. دونك هنا فين كيمشي عند الأخصائي باش كيرجع كل حاجة بلاصتها. كتقول أوكي هادشي اللي وقع للأخت ديالي التجربة ديالها أنا ماشي الأخت ديالي أنا عندي حياتي غنتعلم من التجارب ديال الآخرين غندير اختيارات واحدة أخرين. كتعطي حلول هذه فوالا حياتي بين يدي. بالعكس أنا نحل الدماغ ديالي ونعرف بأن كل تجربة في الحياة موراها واحد فائده وهذه الفائده غتقويني وماشي لابد غنعاود نفس التجربه. ولكن الاعتقاد الخاطئ بان هذاك الشيء اللي غيوقع ليا سلبي راه غيوقع ليا. يعني غنقول لك واحد المثال غيسحب ليا غنوض دابا وغنزلق راه غنزلق اي حاجه هي اللي كتسمى لا فورس داتراكسيون. اي فورس داتراكسيون حيت اي حاجه شتي المخ ديالنا ما يقدرش يفكر ضدنا. بحال دابا لاش طراتي في المرايه وقلت راسي انا خايبه مخي غيقول لي انت خايبه. حيت ما يمكنش يمشي ضد الفكر ديالي. لانك انت اللي كتحكمي فيه. انت اللي كتعطيه ديك لو ميساج. انت اللي كتعطيه ديك الفكره. دونك نردوا بالنا الافكار ديالنا حيت الافكار ديالنا كيعطيونا احاسيس. الاحاسيس لي زيموسيون كيعطيونا من بعد اعتقادات والاعتقادات كيعطيونا اخطاء في اختيارات ديالنا وفي في القرارات ديالنا في مصير الحياه ديالنا ومن بعد في المصير الحياه ديالنا. تنشكرك امال حديثك الحديث معك شيق. يعني كنستافدوا ومازال يعني غادي نكملوه في الراديو ان شاء الله. ان شاء الله غنزيدو نشحفوك على الشيء. مرحبا مرحبا. مباشر على امواج راديو دوزان. فالتحقوا بنا مستمعينا ومشاهدينا الا بغيتوا يعني تعرفوا اكثر على الموضوع. عندكم تجارب بغيتوا تقتسموها معنا. عندكم كذلك اي اسئله اللي ممكن دكتوره امل شباش بالخبره ديالها هي اللي تجاوب عليها. فالتحقوا بنا على امواج اذاعه دوزان من جوج حتى للربعه ديال العشيه. صيامكم مقبول والى اللقاء.